السلام عليكم، مساكم الله خير. هذا الطير يعني اساسه خوي العام، والطريقه هذه يعني يطلبوني كذا واحد بالخاص، يمكن اثنين او ثلاثه عسى الله يوفقهم ان شاء الله، يقولون نتكلم على الطير يعني اللي ينقل. الطير هذا ينقل، فالينقل لازم التعامل معه معامل هذا، خله يذبح. شوف شلون الخروش على الطير، تخليه يذبح لين يضبط وضعه، يقوم ياكل شوي، تجي تنزل له على الراحه، وباذن الله اموره طيبه. اما تجي تنزل له من اول ما يمسك صيدته، او حتى شوف هذا طياره، يعني هدي على طياره علمنا فضل الله، هديت على طياره ولا نزل فيها النقله، يبي شوي بس. انا ما قابلته والله، راعيه يعني مقابله، ولكن يعني مو هذا يسمعني والله بجنبي، مو حريص حيل يعني. فالوضع ما فيه، شوف الحين قام يعرف الطير، الحين باذن الله ينزل له اموره طيبه. طيرنا هذاك اليوم اللي ينقل قلنا عنه خلوي، شوف طريقه شلون باذن الله راح ننزل له ذبح الحمد لله، وقام يعرف على راحته. شوف طريقه شلون حننزل له باذن الله، اني اتعامل معاه بالشيء اللي يضبط ان شاء الله. خلاص